آخر المستجدات على السوشيال ميديا بحكي ميديا. وهلا معنا آلاء من جديد. مساء الخير. مساء الخير عن جديد. مساء الخيرات مرة ثانية يارا وأيهم، وعن جديد يسعد أوقاتكم مشاهدينا. انتشر على مواقع التواصل فيديو لدكتورة يعني عم تقلل من احترام وأدب يعني بطريقة فعلا استفزازية مع أهل مريضة، المريضة مع الأسف بين الحياة والموت. وسبب كل هذا التعصيب هو أنه أهل المريضة طلبوا إدخالها بسرعة للعناية الفائقة، وأيضا طلبوا بالاطلاع على صحتها، وبعد الملاسنة رفضت الدكتورة أن تعالجها. مو بس هيك، يعني ما اكتفت بزيادة درجة الحزن والإحباط اللي هن عايشين فيه، إنما قامت بتمزيق إدبارة المريضة. وبحسب أهل المريضة اعتذر رئيس الأطباء بالنيابة عن دكتورة، مبرراً إنه الدكتورة حسب رواية أهل المريضة أكبر من إنها تعتذر. خلونا نشوف الفيديو. لأنه إحنا جايبين بقر لهون. خلاص. يعني مشفى المجتهد بدمشق مشهورة بالأحداث الغريبة الحقيقة اللي بتصير فيها، وكنا شفنا من فترة فيديو لأعمال صيانة عم يقوموا فيها بداخل الغرفة اللي فيها المرضى. ما بعرف إذا صح حديد وشرارة والمريض جنبه، يعني المريض شيء مدهش، هو متسطح وآخر همون. بس انه توصل يعني قله الحقيقه شعور بالانسانيه، يعني بالدكاتره لهي المرحله فعلا شيء حقيقه. حتى الفيديو اللي هلا جبتيه آلاء، يعني المظهر مو مظهر مشفى ابدا، بالفوضى والاصوات. المفروض يكون مريح المشفى للمرضى وللجو اللي فيه. مفروض. بس كثير منيح انه صار السوشيال ميديا عم ينقل هي القصص كلياتها وعم يعرضها للعالم. خلينا نقرا التعليقات يلي اجت على الفيديو. محمد ناصر عم يقول ويل جديد من قبل الثوره، هي دوائر الدوله ليش مستهجنين حكي حكي الدكتوره المقصود فيه. كمان بناخذ تعليق اخر. ريتا عم تقول لاحظوا شو قالت، صار لكم ساعه عم تتواقحوا. هلا البعض كان عم يدافع عن الدكتوره، عم يقولوا انه ما راح تجي الدكتوره يعني تعمل مشكله لو ما في شيء مستفزها وموصلها لهي المرحله. ولكن لازم تراعي الدكتور، يعني هو اصلا دكتور اسمه، يعني المفروض عنده قسم، عنده رحمه تجاه، ولازم يقدر شعور يعني انت تقولي انه بين الحياه والموت وبنتهم. صح. التعليق الاخير يلي معنا من احمد عم يقول سوريا الاسد باختصار. صحيح باختصار. موضوعنا الثاني رح ننتقل له بعد انتشار صوره لسياره عليها من وراء صوره بتجمع بشار الاسد ورئيس الكويت بساحه المرجع بدمشق. رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا كثير من هي الصوره ومن صاحب السياره، ويعني تم تداولها بطريقه فعلا ساخره. صاحب السياره انزعج وعبر عن رايه بفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه انا كويتي ماني سوري، وحاط صورة الرئيس السوري وحاط صورة شيخ ديرتي. إنزين، وين المشكلة بالموضوع؟ الناس اللي يمر من عندهم يخزون، واللي مو عاجبه واللي قاعد يصور، أبعرف المعنى شنو؟ يعني أنا كويتي وأحب رئيس سوري، وين المشكلة؟ هذا البلد اللي أنا عشت بسنين، اللي عشت بسنين، اللي من يوم إني وغد وأنا عايش بسوريا تحت حماية أبو هالرجال. وهو يعني ليش الواحد ينكر؟ لما كبرت جيت الكويت، والكويت ديرتي ما انكر هالشيء، وسوريا ديرتي الثانيه، واذا الكويت الروح فسوريا القلب.
يعني تبجيل الأشخاص وتقديسهم ما بصير إلا بالدول الديكتاتورية. صحيح 100% صحيح آلاء، بس حقيقة يعني غريب الخطاب تبعه، يعني أنا ما بتذكر شفت بحياتي المنظر، دائما كنت شوف الصورة مثلا ممكن بوتين وبشار الأسد وكانوا يكتبوا أبو علي بوتين أو شيء جديد، بس رئيس الكويت هي موضة جديدة كثير. خلونا نقرأ التعليقات يلي إجت. عبد القادر عم يقول له أنت كنت عايش بسوريا تحت كنف الشعب الطيب مو تحت رعاية الأسد، الأسد كان تاركك مشان السياحة بس الشعب تركوك كرم ضيافه. صحيح، مثل العراقي مثل الفلسطيني مثل كل هذا الفرق لما يعني بيتم اختصار البلد وشعبه وثقافته بشخص واحد وبيتم تقديسه وتبجيله لهي الدرجه. كمان بنشوف تعليق ثاني، احمد عم يقول ليش بتجيب المسبات لحالك، ما بتعرف انه بشار وابو مجرمين، يعني ضروري تخليني سباك، طول بالك يا احمد روق شوي. التعليق الاخير من أرفاد بدران عم يقول مشكلة إنك بتحب مجرم والطيور على أشكالها تقع، هو كان كل وقت عم يسأل وين المشكلة، هي المشكلة ببساطة إنك حاطط صورة مجرم إنه برقبته آلاف من الناس. بالختام رح نشوف موضوع يدعو إلى التفاؤل والمحبة والسلام. على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التركية انتشر فيديو لصبية بالعشرينات شلحت الشال يلي كانت حاطته على رقبتها وغطت فيه كلب بالشارع، حست انه بردان. صبية هي وعم تعمل هيك تم رصدها بكاميرات المراقبة، واليوم من الصبح انا وعم قلب بالتلفزيونات كان اكثر من قناة تركية عم تعمل معها لقاء ويسألوها، حاولوا يكرسوا كثير هاي الصورة لحتى تكون نموذج الله يقويها ومثال. خلونا نشوف. بس كيف عرفوها؟ يعني هي كل الوقت ظهرة للكاميرا. هي اشتركت بالسؤال ما. لا لا لا، لأنه أنا فكرت فيه قبل الهوا بس ما توقعتك تسألني. هي اشترت من هذا المحل وطلعت، فمن اسمها بالفاتورة أيها. طيب ماشي محسوبة. بدي وداكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة، وكمان لكم مشاهدينا حنرجع نلتقى بكرة، ليلة مليئة بالدفء. لا شكرا كثير لإلك، رح نروح لفاصل قصير وبعده بنتابع.